10 مشاريع حقيقية لسيارات المستقبل الطائرة، من سيارات غاسن إلى بلاد رانر. كانت السيارات الطائرة موضوعاً رئيسياً في أي عالم مستقبلي، ولكن هل يمكن أن نتصورها في أسرع وقت ممكن؟ لطالما كانت السيارات الطائرة العنصر الأساسي في أفلام وكتب الخيال العلمي لعقود من الزمن، وقد تكون أحلامنا الشابة في قيادة السيارات في حياتنا في وقت أقرب مما توقعناه. تقوم بعض الشركات بعمل قفزات حرفية وحدود في هذه المنطقة البكر من التكنولوجيا، ويمكننا أن نرى أولها يتم إطلاقها في غضون بضع سنوات فقط. هنا لدينا 10 من هذه القفزات التكنولوجية، هي بعض من أكثر مشاريع السيارات الطائرة الأقرب والأكثر إثارة للاهتمام. يبدو أن المستقبل سوف يصبح حاضراً عما قريب. تيرافيوجيا TFX. تأسست تيرافيوجيا في عام 2006 من قبل فريق من خريجي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتقوم تيرافيوجيا حالياً بتطوير مشروعين جديدين للسيارات الطائرة. الأولى تسمى الانتقال، والتي يعتقدون أنها ستكون أول سيارة طيران عملية في العالم. المشروع الآخر هو TFX. يعتقد أن هذا النموذج هو أنهم يعتزمون التوسع في الإنتاج الضخم لإحداث ثورة في النقل الشخصي إلى الأبد. يتم بناء TFX من الألف إلى الياء، وهي سيارة طيران هليكوبتر تعمل بالكهرباء وتهبط عمودياً بالكامل. ليس ذلك فحسب، بل خطوطها الأنيقة ستجعلها منافسة لسيارات رياضية راقية اليوم. هذا هو واحد لتراقب عن كثب على مدى السنوات القليلة المقبلة. جوبي تاكسي الهواء. كان جوبي للطيران يعمل على متن طائرة جوية شخصية لعدة سنوات قبل أن يحصل على دفع نقدي هائل من شركة تويوتا وإنتل. كان شروط الاستثمار هي توفير سيارة أجرة تعمل بالكهرباء بالكامل في المستقبل. تعد سيارة التاكسي هذه مثيرة للاهتمام مقارنة بأخرى مدرجة في القائمة، حيث صممت بسعة جلوس تصل إلى 5، وستكون بحكم الواقع أكبر وأثقل بكثير من منافسيها. تكشف خطط النموذج الأولى أنها ستكون VTOL، لكن تشبه أكثر طائرة تقليدية ولكن مع مراوح متعددة. ديلوريان DR7. تقوم الشركة بتصنيع واحدة من أشهر السيارات في السينما حالياً. هذه الشركة هي شركة ديلوريان، وقد يكون هذا المشروع الوحيد الذي يتراجع في الوقت المناسب من خلال مشروع السيارة الطائرة. تتميز هذه السيارة بدفع كهربائي، ومن المتوقع أن يكون ذاتياً تماماً، مما يعني أنك لن تحتاج إلى رسخة تجريبية لتوجيهها. تتوقع الشركة بناء نموذج أولي واسع النطاق في وقت ما من هذا العام. شركة بالفي. تقترب شركة بالفي، إحدى شركات الطيران الهولندية، من الانتهاء من مشروع سيارات الطيران. إنهم قريبون جداً، في الواقع لدرجة أنهم يعتزمون الحصول على الطلبات المسبقة لها في وقت مبكر من عام 2019. إذا كان هذا صحيحاً، فستجعلها واحدة من، إن لم تكن، أول سيارة طيران متوفرة تجارياً. ووفقاً لرئيسهم التنفيذي روبرت دينجمانسي، كل ما يحتاجونه الآن هو الشهادات اللازمة النهائية لجعل ذلك الأمر جاهزاً. يعمل ليبرتي على محركين، تم تصميم كل منهما خصيصاً للاستخدام على الطريق أو في الهواء. تم تسجيله بسرعة قصوى تبلغ 160 كيلومتر في الساعة، ويمكن أن يصل إلى 180 كيلومتر في الساعة في الهواء. ربما يطرح في الأسواق في عام 2019، وتم تخصيصه بسعر يصل $400,000 لكل وحدة. شركة أوبر. تقوم أوبر حالياً بتطوير مشروعها الطموح للسيارات أو سيارات الأجرة VTOL، يسمى البرنامج أوبر إير، ومن المقرر أن يتم تقديمه في دالاس ولوس أنجلوس أولاً. المشروع قيد التطوير منذ عام 2016، وتأمل أوبر أن ينطلق المشروع قريباً،
لا يعرف الكثير عن المشروع بعد ذلك، لكنهم تعاونوا مع 5 شركاء مختلفين من بينهم بوينغ ليجعله حقيقة واقعة. اختيارهم للمدن الأولية يسلط الضوء على بعض القضايا الكامنة مع صناعة أنظمة VTOL التي لا تعمل بشكل جيد للغاية في البيئات القاسية، وهي الأنسب للمناطق ذات الطقس المعتدل بشكل عام والمطر المنخفض لأسباب تتعلق بالسلامة. على الرغم من ذلك، يخططون لبدء تقديم الخدمة في وقت مبكر من عام 2020 في لوس أنجلوس. فان إيرباص. تقوم شركة إيرباص بتطوير واحدة خاصة بها يطلق عليها فانا، ومن المخطط أن يكون هناك نظام دعم كهربائي سيتم تجربه ذاتياً. والفكرة هي توفير المال على توظيف الطيارين المدربين وذوي الخبرة في الواقع أن يطير الشيء بمجرد الإفراج عنه، نظراً لأن برنامج الطيران الآلي ناضج جداً في هذه المرحلة، فلا ينبغي أن يكون خارج نطاق إمكانية القيام بذلك، خاصة بالنسبة لهذه المؤسسة البارزة. سيكون لهذا أيضاً مزايا أخرى لأشياء مثل صيانة، حيث يمكن للطائرة الانتقال تلقائياً إلى الصيانة والطرقيات عند الحاجة. يبدو أن التقدم يسير بسلاسة، حيث أنهي أول اختبار ناجح له في وقت سابق من هذا العام. تم إنجاز ذلك بشكل مستقل تماماً، وتعتزم إيرباص إجراء العديد من الاختبارات لأشياء مثل المناورة الأساسية في المستقبل. ليليوم جيت. شركة ناشئة ألمانية تدعى ليليوم تدخل في لعبة مشروع السيارة الطائرة. اقتراحهم مثله مثل الآخرين، طموح للغاية، ومن المخطط أن يكون قادراً على حمل ما يصل إلى 5 ركاب، كما يخططون للسماح باستدعاء سيارتهم الطائرة باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي. مثل جميع الشركات الأخرى المدرجة في القائمة، تأمل ليليوم أن تغير شركاتهم وسائل النقل إلى الأبد. سيكون حل ليليوم مثله مثل الآخرين، سيارة طائرة تحلق بالكهرباء بشكل كامل، ولكن مع تطور ستكون مدعومة بطائرة نفاثة. يجب أن يكون هناك سيارة طيران تعمل بطاقة النفاثة في نطاق يصل إلى حوالي 300 كيلومتر، وهنالك وعود للقيام برحلة بين لندن وباريس في حوالي ساعة. إنهم يأملون في تشغيله بحلول عام 2025. فيركونيو إكس كرافت. تقوم شركة فيركو البريطانية حالياً بتطوير مشروع السيارات الطائرة الخاصة بها. لقد قاموا بتصميم نيو إكس كرافت الخاص بهم ليكونوا قادرين على عبور الأرض والهواء والماء أيضاً. ووفقاً للمدير التنفيذي للشركة دانيل هايز، يجب أن تكون نيو إكس كرافت جاهزة على الأقل لاختبار الطرق فقط بحلول عام 2020. تصميمها مبتكر بشكل خاص، يمكن استخدام المراوح الأنبوبية في الطيران أو تدويرها لتصبح عجلات للقيادة. سيمكن وضع الطيران للسيارة الطائرة من حمل حوالي 180 كيلوغرام في حمولة تعادل حوالي راكبين أيضاً. إنه متوفر بالفعل للطلب المسبق، وسيكلفك أكثر من $2 مليون. كورا كيتي هوك. حصل مشروع سيارة الطائرة كورا منذ بدء تشغيل كيتي هوك من بعض الدعم المالي الكبير الذي قدمه مؤسس جوجل المشارك لاري بيك. إنها متقدمة جداً في تطورها، وبدأت بالفعل عدة جولات من الرحلات الجوية التجريبية في نيوزيلندا في وقت مبكر من عام 2018. هدفها هو اقتحام مشهد مشروع السيارة الطائرة وتقديم منافسة مباشرة لمنافسيها المحتملين في التطوير من قبل إيرباص وأوبر. تتميز المركبة بما لا يقل عن 12 من مراوح الرفع لتزويد السيارة الطائرة بقدرات إقلاع وهبوط رأسية. هذه كلها تعمل بالكهرباء ويمكن نقلها بشكل مستقل عن بعضها البعض. كورا قادرة على الوصول إلى ارتفاعات تتراوح بين 150 و900 متر، وقد سجل سرعة قصوى تبلغ 180 كيلومتر في الساعة. تويوتا سكاي درايف. لكي لا تتفوق عليها المنافسة،
تقوم تويوتا أيضاً بتطوير مشروع سيارات طيران الخاصة بها، حلهم مختلف تماماً عن الآخرين في القائمة، ويأمل أن يتم عرضه من خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو. تعد تويوتا سكاي درايف حالياً أصغر سيارة كهربائية في العالم، ويبلغ طولها 2.9 متراً، وبطول 1.1 متر، وبعرض 1.9 متر. يتم تطويره بواسطة مجموعة من مهندسي تويوتا المتخصصين بقيادة تسوباسا تيكوبارا الذي صمم السيارة بالفعل في وقت فراغه. يأمل فريق التطوير أن يصل سكاي درايف ماكس إلى سرعته البرية بسرعة 150 كيلومتر في الساعة مع سرعة إبحار تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة، كما أنهم يأملون في البدء في إجراء اختبارات التشغيل للمركبة قريباً جداً وتجهيزها للإنتاج بحلول عام 2030.